حرب عنيفة من المستوردين للأبواب المصفحة من تركيا أو الصين على أي مصنع وطني للأبواب المصفحة، لدرجة أنهم ممكن يحرقوا أسعار منتجاتهم المستوردة عشان أبانوب واللي زيه من المصنعين الوطنيين يخسروا، وخصوصاً أننا أعلى في الجودة والسعر. أنت بابك ضمانه 10 سنين صح؟ صح. احنا بندي ضمان على الباب المصفح 10 سنين بس مش على الكالون. اي شركه حضرتك او معرض بيشتغل على الابواب مش بيدي ضمان اساسا. لو حب يدي ضمان هيدي ضمان سنه ل3 سنين على الكالون اللي هو اوريدي جاي من بره، اللي هو اوريدي ممكن ما يطلش. واكيد مش الكالون مدى الحياه من الاهرام، الكالون هيدونا مدى الحياه او مده، هو ده اللي قالوه بالظبط. انا ممكن كمان صنعه امتى يعني؟ هو ان شاء الله يعني خلال مده شهرين مثلا من تاريخنا هذا ان هو ممكن يسلمنا كالون نعتمد عليه. طب سؤال، لو تصنع الكالون في الأهرام والإكسسوارات بنستوردها ولا بنصنعها هنا؟ بعض الإكسسوارات زي اللي أنا قلت لحضرتك عليها، الحاجات دي بنصنعها هنا، الخباطة، المقبض، الكلام ده كله صناعة مصري 100%. طب المكون بقى يوصل لكام؟ المكون المحلي ممكن يبقى وصل 100%، لأن خلاص أنا مش عايز حاجة تانية. نصنع الباب بنسبة 100% المصفح في مصر، الكالون موجود خلاص، المشاكل اتحلت كلها، وعلى كده مفيش أي حاجة بنستوردها ليه من الخارج بالظبط. يبقى احنا كده عندنا اكتفاء ذاتي. وطبعا زي ما حضرتك عارف كل الشركات دي لما تقف في ظهر منتج طبعا الموضوع هيبقى كبير، لان انا مش لوحدي اللي بصنع، اكيد في ناس كتير بتصنع. طبعا كلها شركات محترمه، لكن السوق كبير ويساوي اكتر منكم بكتير على بالزبط. فكره وحجم الصناعه دي ضخمه جدا، صناعه الابواب المصفحه بالزبط. لان انا عايز اقول لك معلومه وده انا اعرفه ومتاكد انك ممكن تاكد لي الكلام ده، الباب المصفح النهارده ارخص من باب الخشب، صح ولا غلط؟ صح، بالمقارنه مع باب مصفح. احسب لنا الحسبه. تمام، احنا ممكن نحسب متوسط باب مصفح مصري من صناعتنا وباب متوسط من الباب الاخشاب. باب الخشب النهارده العموله لو حضرتك حبيت تعمله بحلقه عشان تجيب باب كويس تقول على تامن عليه باب شقتك، هجيب باب ب 4000 جنيه خشب بيتضاف له. ده خشب ابيض، خشب ابيض لسه ما اتعملش فيه اي رسومات اي شكل، احنا بنجيب خشب خام. هتبدا تدخله مرحله النجاره وتعمل الشغل بتاعك او الشكل اللي انت عايزه، هتبدا تدخله دهانات بعد كده. ممكن الدهان النهارده يكلف باب خشب 1500 جنيه. تمام، غالي كده؟ ده احنا بنقول متوسط، ممكن يبقى اقل وممكن يبقى اكتر كمان. ممكن حضرتك تنزل تشتري اكسسوار، فبالتالي هتنزل تشتري اكسسوار، ممكن حضرتك تجيب رينج الاكسسوار من 500 ل 1000 جنيه، بقى توتال الباب ممكن يقف معاك من 6500 ل 7000 جنيه باب خشب. حضرتك ممكن تستلم اكسسواراته كامل تركبه بالظبط. بس هنا في حاجه، طبعا الخشب مش هيبقى امان زي الباب المصفح. طبعا انا بدي لك باب حديد، بدي لك باب فيه شفه امان. بكام يعني بيبدا عندك بكام؟ لو قلنا مثلا ان هو بيبدا من 6000 جنيه باب يكون راكب، اقل 1000 جنيه بالخشب بالظبط. وبالعكس انا هدي لك 2 كالون امان، انما في الخشب حضرتك كالون واحد بس. وطبعا كالون الباب المصفح كالون بيبقى حجمه فوق ال 30 سم، انما كالون الباب الخشب بيبقى حجمه طوله 10 سم.